اليوم جينا هذا المكان الرهيب قرية كونوها أخيرا. من أول أبغى أجيها، أول ما دخلنا فيه هذه حاطين كل الشخصيات الأساسية في الأنمي وهم واحد ناروتو. أحلى شخصية عندي في الأنمي ساباكو نوغارا. أعطونا هذا الكيس عند التذاكر حسب السبيت. فيها هذه اللفيفتين، فيها زي المهمات نسويها الاثنين، طلعت تقريبا نجمع فيها زي الستام. شوف الشعار حق الحمام حق الأولاد ناروتو، وحق البنات حاطين ساكورا. معليش ما قدرت ما اوريكم، بس حتى الحمام حاطين عليه رسومات واشياء. المنحوتة الصخرية حقت الهوكاجيات. هنا حاطين تعليمات وشرح عن الاشياء اللي لازم نجمعها. هذا هو حق الاختام ونحط اللفيف عليها. حاطين مجسمات للأكاتسكي، هذا الوسخ اللي قتل أسوما سنسيه، وهذا دايدرا، طبعا إيتاتشي. الباقيين ما اعرف اسمائهم الا بين. وهذا اللي كان يستخدم الدمى، وهذا صديقة بين اللي كانت تستخدم الاوراق اللي زي الاوريغامي، وهذا اللي كان يساعد هذا الوسخ. هذاك الختم اللي اخذناه في البدايه كان رقم 0، وهنا سوينا رقم 1. هذا اللغز الثاني يبغانا ندور الهنت عند رقم 2 ورقم 8، واذا جمعناهم يطلع لنا شيء. هذا هو رقم 2 وهذا رقم 8، اذا جمعناهم يطلع الكانجي المكتوب على راس قارة، وهذه يكون فيها 2 نختار منهم. الجواب طلع هذه، فنطبع هذه في الختم. هذا اللغز الثالث نروح عند هذه الاشكال وفيها زي الفتحات في الجدار، ونطالع باللفيفة ويطلع لنا شكل الظاهر في النهاية. هذا هو شكل العصفور نفس اللي موجود، نحط هذه هنا شوف شو يطلع في النهاية، طلع هذا الشكل. بس هذاك المفتوح، الباقيين مقفلين، فأكيد هذاك هو الجواب. العلامة نفس هذه، فهذا هو الجواب. المهمة الرابعة حقت هذه الأفعى حقت أوروتشيمارو، لازم ندور الألوان الأزرق والأصفر وبعدين نشوف ايش يطلع لنا. ما أدري إذا هي أرقام ولا شيء. هذا الأصفر بس ما أدري مو مكتوب عليه شيء، والأزرق هناك بس ما أدري برضه، حنكمل نشوف. أتوقع إن الجواب الأخضر، لأن الأزرق والأصفر يعطي أخضر، هم كاتبين كذا في البداية. الأخضر كان عليه علامة الموسيقى فهذا الجواب. هذه الخامسة لازم نمشي وراء أثر الخطوات حقت الكلب حق كبا. هنا حاطين أثر خطوات عشان نمشي عليها، وهذه العلامتين الموجودة، واحدة هنا على الحجر وواحدة هناك، بس هذه ما حولها خطوات وهذه حولها خطوات حقت الكلب، فغالبا هذه هي الصح. يصير هذا الشعار. هذه المهمة السادسة في هذا المجسم يكون فيه علامات أتوقع، ولازم يكون القمر على اليسار والشمس على اليمين، وشوف إيش الشعار اللي يطلع لنا. هذا هو حق الكيوبي، في هذول العلامات بس هذول العكس، المفروض القمر يكون على اليسار.
هذه بعد نفس الشيء المفروض تكون العكس. خلينا نشوف من ورا. في هنا علامة في هذه بس انها العكس، المفروض القمر هنا والدائرة هناك، فأتوقع هذه. أجل هنا القمر على اليسار صار والدائرة على اليمين. هنا في بعد العلامة هذه، أجل هي الحل، يطلع هذا الشعار اللي ننسخه. هذه المهمة السابعة والأخيرة، لازم نشوف المكان اللي يجتمع فيه وجهة الضفادع الأربعة هذه اللي عليها هذه الكنجيات. حصلنا الضفادع الأربعة، هذا الأول وهذا الثاني والثالث هناك والرابع هنا، ويتلاقوا هنا في النص. هذه هي العلامة أو الكانجي حق الأبورة. وكذا خلصنا آخر مهمة رقم 7. هذه اللفيفة الثانية مهمتها هنا داخل الجبل حق الهوكاجيات، هي زي المتاهة دخلناها هنا لقينا. الظاهر هذا الاستامب الأول اللي موجود هنا، لازم نختمهم كلهم. هذا هو الاستامب الأول حق بركة. هل لازم نروح ندور عن الثاني من هنا؟ اي هذاك مقفل. هنا ما في شيء، كل اجل من هنا نكمل. اشوف الارض على اساس انها دبابيس، لازم نطلع على هذه. لقينا هذا الشبس اللي تاكله بنت تشوجي، بس اتوقع التكمله من جهه ثانيه. هنا هنا هذا دينكي. لقينا الاستامب الثاني. هنا نكمل. زحمة، لازم ننتظر. لقينا اللي بعده أخيرا. شوفوا الحواجز اللي حاطينها، ضحك. هذه ما اقدر اطلعها وانا اصور، هذه بعد لازم نتسلق فوق. حصلنا هذا اخيرا، فجأة على الدرج لقيت الكتاب اللي يقرأه كاكاشي. فجأة الجدار زي كذا بالنص. هنا مكتوب من دوكسي، فأكيد هنا يا شيكامارو يا ولده. لا طلع هذا الولد، عرفته، لا واحد من الجديدين طلع مو شيكامارو. هنا لقيت ولد شيكامارو، بس انه ناقصنا ختم حق ناروتو. شكله احنا حلو، شكله هذا خلاص اخر شيء. خلاص هذا اخر شيء، هذه ناروتو. اخيرا الختم حق ناروتو هو الاخير. خلاص هنا النهاية، لازم ننزل التزحليقة. بسم الله ان شاء الله ننتظر ينزل اللي قبلي. هاي فاصة علي. هذه اللفيفة الثانية فيها مهمتين، المهمة الثانية موجودة في نفس المكان بس الباب الثاني حق اوتشا. اول واحدة ختمها موجود سردة. هذيك حقت ناروتو كانت تعتمد على الحركة، فيها طلعات ونزلات، هذه على كلامها انه فيها الغاز عكس هذيك. هي
هنا في باب بس حاطين عليه علامات على اساس انه مقفل يعني نفس في الانمي اذا كان في شيء مختوم. شكله من الجهه الثانيه. لقينا الكتاب الثاني هنا في الدرج في اللعبه الثانيه. نايسو جاي بوزو. هذه حقت جاي. هذا الباب طلع ينسحب زي كذا. نفتح هذاك اول بعدين نشوف هذا. لا بعد زياده ما يسحب بالعكس. ما لقينا ولا ستامب، لقينا بس كتب. اخيرا لقينا ختام. هذه اتوقع قصدهم فيها الاماتراسو. لقينا هذه بعد. هذيك جنبها على طول لقينا ميتسكي. لقينا هذه بعد، كلهم قريبين من بعض. وهذا الباب. هذا شكله الختم فيه مكسور. اللعبة الثانية باقي حقها ساسكي. بس اتوقع من تحت لازم نطلع وننزل، الباب هذا خلاص تقفل. يدخل من جهة واحدة. أخيرا خلصنا من الثانية. باقي الختم الأخير حق ساسكي. وكذا خلصناهم كلهم. الحمراء والزرقاء حقت ناروتو وحقت ساسكي. وما في إلا هذا المخرج. لازم نتزحلق من هنا عشان خلصنا كل الأختام. هذه هي الجائزة، أعطانا سوارة مرة رهيبة. هذه اللفيفة الخضراء اللي كان فيها الستامب بقلم الرصاص، إذا خلصناها نقدر ندخل هذا الكهف. خشوا وش في جوا الكهف. مرة كان خرافي من جوا، بس ممنوع التصوير. وبعد أعطانا سوارة ثانية. الحين كذا أنهينا طريقنا في النينجا. وهنا لما خلصنا الالغاز في محل إتشيرا كورامن اللي دائما ياكل منه ناروتو. خلاص اخر شيء بعد ما خلصنا هذا المحل اللي يبيع الاشياء. هذه زي المحفظة حقت ناروتو اللي يحط فيها فلوسه. هذا الكتاب اللي دائما يقرأه كاكاشي. Thank you.